الزر ده قال مشتهيه ومفروكه. شنو؟ مفروكه. مفروكه؟ نعم. وانا عملك مفروكه كيف؟ انا حصل مره عملت مفروكه. يا سحر، ده زول مثقف، زول بيفهم في الرياضه، بيفهم في الفن، في لازم تكرميه بمفروكه. طيب انا بعد ده خلاص وصلت الحد. ليه يا اخ؟ ليه معذبني كده؟ ليه تراث ورجعت لنا حياه قديمه؟ انا ما عندي بها علاقه، انا ما عندي زمان، انا عندي قضايا شغاله فيها يا اخي. يا اخي زول ده عذبنا عذاب يا اخي، بسوق في الشارع يا اخي، يا بسوق في الشجره. لازم ده زول يا اخي، قلت لك انا زول مثقف، زول في الرياضه، زول في الفن، زول يعني ياخذ راحته. ياخذ راحته، ياخذ راحته، يشخر لنا بالليل يا اخي. ما قلت انام انا يا اخي، ما نمت كله. معلش يا ليه؟ لا معلش 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 يا اخي، ده زول يا اخي، انا سعيد جدا معه، ساعدني سعاده ما بعدها سعاده. يا اخي بياكل في الوطن؟ ده بياكل في الوطن؟ يفرش في الوطن؟ تواضع تواضع تواضع، ده تواضع، ده يعني حتى يا اخي ده ما تواضع، ده انحطاط. انحطاط ده، انا ما بسمح لي نفسي، انا في بيت انا بديته بنفسي، صلحت فيه تواضع، تعمل لي حركات رجعيه زي لا 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 لا، بالعكس بالعكس، لازم يا اخي. ما ده ده قلت لك زول انا جاني من السماء، زول زي ده عادي تاريخ. خليك جاهز يا تتخيل يا ابو سيد، عليك الله، شوف النزل. قلت لي ما بعرفوه؟ ما بعرفوني. الله يا اي، قول ما يعرفوا، ما يعرفوا. طيب لك انا ما بعرفوا عصفور صوت الجرس. عليك هذا، شوف لهذا النازل والله، يعني حاجه غريبه، يعني الواحد كده لا يذكروك في الكوره، لا يذكروك في هنا، دين ما حضروا الغنى السابع. ايوه عليك الله، جينا تكديك بتتنسي، قلدك في 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 صدر المحافل بتتنسي. يا اخي حتى تقرا والاسد البلقد ينعتل، والاسد البلقد ينعتل، يعرف ما له اخر وغير مكحول صبي النتينة. لا 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 ندق بها. أنا سويني يلا بسيط، يلا يا جوهر صدر المحافل، يا جوهر صدر المحافل، روحي معاك تلط بيها. يا جوهر صدر المحافل، لا 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 لا، ما عندنا، لو ما عندنا حفلة معقول يعني يكون عندنا حفلة وما أعزمك؟ لا لا، ناس التراث؟ لا لا، دي ما ناس التراث. والله معلش معلش، أنا عارفة إنه في إزعاج حبة، لكن إن شاء الله الحياة دي كلها بتنتهي، بس ما في حاجة، في حاجة بسيطة كده بس وبتخلص. عندنا مناسبة بسيطة خاصة بأخوي ماضي. معقولة يا سميرة؟ معلش عليك، راح تزغي لي لجوزك يعني، قول له معلش للإزعاج، بس يعدي يوم الاثنين ان شاء الله. اوكي شكرا يا سميرة، كلمي سعدية برضه لأن جبت منها بسكول. الله يخليك يا رب. احرموني ولا تحرموني، سنة الإسلام السلام. احرموني ولا تحرموني، سنة الإسلام. لا لا، أنا جات صوت الغنى ده بلي، أنا زي ما سامعه غنى قديمة هاي سامعه، لكن بري ما عندنا. لا لا لا، طيب نايم. أنا عندي حياة شغالة فيها، أنا ما فاضية، لكن والله إزعاج فعلا 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 إزعاج شديد. أنا ما أعرف الصوت، يعرفوا جاي من وين ويمشي يتكلموه. يا زول أنت ما تطلعي، أنا كده مش هشوف الحاصل شنو. تمام يا خليك محلك. يا سلام يا اخي، يا الله يا اخي، انا دبت دبت نسي وفي التبكر اصبح وامسي، ايضا تذكر نجوى همسي، وحياتي اجبع برمسي، ما هبتك يا ليلة امسي، يا ليلة امسي، يا ليلة امسي،
حصلت وامتى اجرى جوزي انت وين يا بدر التمام. سعر سعر كتر المفروكه جايننا ناس كتار سليمان ولا مين واحمد وعبد الغني ويوسف والباشا وسليمان وده كله حيجوا كتر المفروكه كويس. الو سعادتك سليمان ازيك؟ معاك المحامية سعد ابراهيم ذكرتني؟ سعادتك دارك في خدمة بس عندكم حراسة فاضية؟ لا جاية انا دي ابيت فيها يومين